الحقيقه دكتور يعني فتره قصيره توليت رئيس الاتحاد المصري يمكن من 2017 والحمد لله يعني الجمباز تصدر المشهد في امور كثيره سواء على النشاط الاولمبي او على النشاط الدولي. بس خليني قبل ما اروح على نشاط الاتحاد خليني اروح لرئاسه الاتحاد الافريقي. رئاسه الاتحاد الافريقي حضرتك رحت في حته احنا كدوله مصريه او ك مهتمين بالرياضه بالظبط حابين جدا ان يبقى لينا كوادر في كل مكان. حضرتك خط رئاسه الاتحاد الافريقي جات الفكره منين وخدت المشوار ازاي؟ والله المشوار بدا من 2009. انا دخلت عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الافريقي اخذت دورتين بعد كده نزلت نائب رئيس الاتحاد الافريقي دورتين. حسيت ان التايم مناسب ان احنا مع التطور اللي بيحصل في الاتحاد المصري الجمباز بعد ما مسكت رئاسه الاتحاد المصري في 2017 دعم الدوله اللي موجود في ممثل في وزاره الشباب والرياضه والامكانيات اللي موجوده والدعم اللي موجود الشغل اللي عاملينه الخطه اللي احنا عاملينها فكان لازم ان احنا نخش وناخد الخطوه دي لان الخطوه دي بتفتح لينا كدوله وكاتحاد مجال تاني كبير جدا. نمره واحد هتتواجد في تبقى موجود في الاتحاد الدولي. وجودك في الاتحاد الدولي هينعكس ايجابيا بشكل او باخر على الاتحاد المصري وعلى اللعبه في مصر. او ما بدانا الفكره او يعني الخطه دي اساسا كانت موضوعه من بدري وانا يمكن بعمل بلانز طويله المدى شويه. اتناقشت مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي دردشت معاه بشكل في اجتماع كامل كان موجود في كاس العالم السنه اللي فاتت موري وتنابي وقعدنا معاه رئيس الاتحاد الدولي بالظبط كده ودكتور اشرف اتكلمنا معاه في السنه اللي فاتت يعني الموضوع كان بيتجهز له بقاله فتره طويله. ممتاز. دكتور اشرف ساعدني كتير جدا في هذا الموضوع برضو اللجنه الاولمبيه مهندس هشام برضو ساعدني اللي هو احمد ناصر رئيس اتحادات الاوكسا الكونفدراليه الافريقيه ساعدني طبعا دور كبير واتصالات افريقيه قويه بالظبط كده. فالتعاون في انتاج او التعاون من اجل تنفيذ هدف معين بتبقى حاجه قويه جدا لما تلاقي كل الناس في اتجاه واحد مقتنعين بالفكره مقتنعين بفكرك مقتنعين بالفيجن اللي انت عاملها مقتنعين بشغلك اللي انت عامله هنا حاسين انت كادر يعني تشرف البلد في الحمد لله. والله دي حاجه كانت كويسه. كانت طبعا انتخابات صعبه جدا جدا جدا. انت بتنافس كابتن علي زعتر رئيس الاتحاد السابق الافريقي والمقر الاتحاد اصلا في الجزائر هو جزائر. هقول لحضرتك حاجه ما فيش حد كان متوقع ان انا هكسب حتى في مصر يعني انا طالع يعني بص دي حاجه تدل على قوه يعني المنافسه ولكن بالزبط. ابدا بالعكس احنا يعني كبرنامج كنا عندنا ثقه مش عارف والله بجد بص هي الحمد لله يعني طبعا انا كسبت بفرق صوت 9-8 طبعا كانت خناقه باين من النتيجه انها كانت خناقه قويه خد انتخابات بالظبط كده. طيب يعني الترجيح جه ازاي؟ يعني انت الانتخابات بيبقى لها خطه طبعا وبتبقى بتتحرك مع اتحادات دول انت بتتكلم طبعًا. مع اتحاد مثلا دوله مش بتتكلم مع بص ناس كتير زي ما قلت لحضرتك ساعدت يعني من خلال التواصل مع اتحادات والسفارات بتاعتنا بصراحه ساعدتني جامد قوي سواء في تونس او في المغرب كان في لا كان الدوله كانت واقفه طب هل الدوله هل وقفت وقفه قويه جدا ورايا طب مش متوقع ده هل نجاح بطولات او مش العالم؟ متوقع ده يعني كنتش متخيل ان الناس ان الدوله هتهتم بهذا الشكل وبهذا التنفيذ وحصل طيب هل نجاحنا اللي ابهر العالم في اللقطات اللي شفناها في التقرير في كاس العالم ورجوع مصر تاني كقبله للرياضه المصريه بنيه تحتيه قويه جدا واعداد كوادر زي حضرتك كمان رياضيه قويه هل ده ساعدك في الانتخابات هل سمعه مصر واسم مصر ساعدك؟ هقول لحضرتك حاجه احنا النهارده كاس العالم انا مش بجامل او مش معلش انا اسف يا دكتور دي لقطات لحضرتك في افتتاح كاس العالم اللي فات اللي كان في شهر يونيو مظبوط؟ اتفضل كاس العالم نجاحه ونجاح تنظيم البطولات الافريقيه والبطولات الدوليه كاس الفرن بتعمل في مصر كل ده كان ليه مردود على اللعبه وعلينا احنا ككوادر موجوده في مصر سواء انا او اللي معايا التيم اللي معانا النهارده وده ادى بشكل قوي جدا لوجود استاذه نهى عبد الوهاب رئيسه للجنه الفنيه في الاتحاد الدولي سبقت خطوه انا كنت هتكلم مع حضرتك رحت خدت الجروب معاك ما رحتش لوحدك ودي كانت قمه الصعوبه ان انت النهارده احنا كنا رايحين ثلاثه داخلين على مناصب في الاتحاد الدولي والافريقي والاثنين يعني الاثنين بيبقى ليك مكان في الاتحاد الدولي. الدكتوره نهاد زايد نائب رئيس اللجنه الفنيه فازت باعلى اصوات
في الانتخابات، ودي كانت مفاجأة للناس كلها. اللجنة الفنية للفني بنات اللي هتتعمل بطولتها، وبقيت النائب الأول لرئيسة اللجنة الفنية. إن أنت النهاردة تدفع بعناصر مصرية تبقى موجودة هناك، يعني مش رايح لوحدك، أنت واخد كمان كوادر مصرية معاك. والله كان أهم حاجة عندي إنه يعني إن كله ينجح قبل. وعلى فكرة أنا كانت انتخاباتي آخر واحد، يعني أنا يمكن قبل انتخاباتي هم خلصوا، بعدين أنا بعديه بيومين. فبعد ما خلصت انتخاباتهم قلت لهم كفايه عليا كده، يعني انتوا نجحتوا. لا مش دكتور، بس كانت الحمد لله يعني دكتور يعني طموح جدا. كانت مهلكه في وسط صعوبه، بس في الاول انت بتفرض. بس في حد تاني غير نهاد زايد يا دكتور؟ استاذه نهى عبد الوهاب رئيسه اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي للجمباز الايقاعي، وايضا عضو مكتب تنفيذي. يمكن انا بدات مشوار، يعني برضو بدات مشوار من 2008 موجوده عضو، بعد كده بقت نائب، والنهارده بقت رئيسه اللجنه الفنيه. والفرع ده منصب رفيع يا فندم. الفرع ده المتصدره دوله زي روسيا طول عمرها، فان انت النهارده تبقى انت رئيس بالظبط حاجه قويه جدا. يعني عشان كده احنا قلنا في المقدمه في الانترو انه الضخ بكوادر مصريه مميزه واجهه، دي اهم نقطه بالزبط. ان هم يبقوا واجهه وان هم يبقوا مميزين. وانا يمكن واحنا على فكره في الاتحاد الجمباز ده السيستم اللي احنا ماشيين عليه. انا مش مشكله علاقتي الشخصيه باي حد من الموجودين، مهم يبقى كفاءة. كدر وكفاءه ويقدر يشرفك في المجتمع الدولي، لانك في الاخر بيجي لك فيدباك ويقول لك يعني في وشك بالظبط بالظبط في وشنا كلنا. والمجتمع الرياضي او المناصب الدوليه دي دول سفرة للدوله، مش الله للعبه عليك. بس الله عليك. يعني انا النهارده حضرتك، انا تصرفاتي النهارده بره مصر ما هي محسوبه عليا. مصري مصري ويعني تتقلد منصب دولي. انت لازم تبقى محاسب سفير. في كل بالظبط لازم تبقى محاسب سفير لمصر. فعلا دي حقيقه. زي ما اللاعب بيكون سفير ومحترف. على فكره كل في دول العالم معظم اللي بيمسكوا مناصب دوليه او قاريه بيبقى معاهم مثلا باسبورات دبلوماسيه. صحيح. لان هم سفراء لدولتهم. صحيح. يعني فلا الموضوع كبير، وانا مش شايف ان احنا هنا في مصر ناقصنا حاجه. احنا عندنا كل حاجه، امكانيات عندنا، احنا محتاجين ننظم شغلنا ونشتغل، ننظم ونفكر لقدام، مش نفكر النهارده هاخد ايه. برافو عليك. طب بكره هاخد ايه؟ لازم ابني كوادر. احنا حضرتك كاس العالم بنعمله كله بمصريين. كاس العالم القادم اللي هو هيتلعب القادم واللي فات اتلعب على ارض مصر يوم 17. كل التجهيزات بتقوم بمصريين، مع ان احنا لعبه معقده جدا طبعاً. في شغلها معقده في امكانياتها. في شركات مع الاتحاد الدولي هي اللي مسؤوله. احنا رفضنا ان احنا نجيب شركات من بره، احنا نعمل كمصريين الكلام ده. كل حاجه اتعملت هنا في عشان مصر. تعلم كوادر حتى بالظبط كده. بس النهارده بقى معايا مجموعه من الشباب، احنا تقريبا يعني الفتره اللي جايه كده لو حضرتك اي يوم عديت على الاستاد ده خلي بالك ده كاس العالم اللي فات ما شاء الله. انا اتصور القادم افضل ان شاء الله. الكاس العالم اللي هيبدا كمان يعني 10 ايام او 12 يوم هيبقى اقوى بكتير من اللي فات، فنيا تنظيميا اداريا. فنيا في دول قويه جدا 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 جايه. كم دوله مشاركه؟ 35 دوله، منهم منتخب امريكا. منتخب امريكا عمره ما جه مصر يلعب. لا ثانيه واحده يا كابتن عشان اوضح لسادة المشاهدين، عشان بس ايه احنا عندنا يعني احنا لو الحلقه دي ساعتين ثلاثه عندنا نتكلم في حاجه. والله بجد يا دكتور احنا دلوقتي عندنا عشان الناس تبقى عارفه في بطوله كاس عالم للجمباز هيتلعب في شهر مارس القادم من 17 ل 20 بالظبط كده، بمشاركه خمسه وكمان 10 ايام. بمشاركه على سله رقم واحد في استاد القاهره. السنه اللي فاتت كنا 16 دوله بالظبط. قلنا زمان ولا ما كانش السنه اللي فاتت عشان كورونا و16 دوله جوه بالظبط. النهارده بمشاركه خمسه ما كانش حد يعرفك برضه كان لسه بالظبط. يعني اجي كاس عالم في مصر فروم سكراتش هيبقى شكله ايه؟ هتبقى الامكانيات صعبه؟ لا مش جايين. انما النهارده الناس شافت السنه اللي فاتت، النهارده في اقبال. لا تعالى بقى يا دكتور نتكلم في دي. السنه اللي فاتت يا جماعه كان 16 دوله بالظبط، احنا بنتكلم النهارده 35 دوله جايه بالظبط. انت كده نجحت يا دكتور. الحمد لله. انا بقول لك اهو انا كتقييمك هيثم السعيد نجحت ليه؟ نجحت ان انت وصلت صوره مصر الحقيقيه بالظبط، وهو ده الهدف من الرياضه. حضرتك المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي كله جاي، محدش راضي يعتذر. رئيس الاتحاد الدولي جاي. ده المره اللي فاتت كنت كان فعلا يعني لازم تيجي، والبطوله اول مره في افريقيا وكنا بنتحايل. النهارده لا الراجل هو جاي حاجز مكانه من ثلاث اسابيع ببلغ انا جاي يوم كذا. الله. مش هو بس يعني كل المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي. حضرتك بتتكلم في 281 لاعب ولاعبه من احسن لعيبه العالم في الجمباز. دي حقيقه. موجودين على منهم مصر. منهم ابطال اولمبياد جايبين ميداليات في الاولمبياد اللي فاتت. يعني البطوله قويه جدا جدا.
انا اكتر واحد سعيد باللي بسمعه ده، لان الحقيقه انا عارف يعني قيمه الكلام اللي حضرتك بتقوله. بس بس على فكره الحاجات دي فعلا يعني احنا تعبنا كتير، بس في الدوله حاجه يعني الناس متفاهمه والناس بتساعد. يعني هقول لحضرتك انا من الصبح مثلا في الوزاره النهارده في ترتيبات وتجهيزات البطوله، واجتماع مع كل مع اللجنه العليا فيها بالظبط، وفيها كل المسؤولين في الوزاره، ودكتور اشرف متابع، ويوم الخميس كنت مع دكتور اشرف، بعد كده النهارده اجتماعات، ناس متابعه وعايزه تنجح، ومش بيدوروا على يعني ايه، طب احنا بندور نقلل من دي بس لازم تبقى الجوده عاليه، مش هقلل على حساب الجوده. الامور كلها تدرسوا كل الابعاد بالظبط كده، الناس في تعاون وفي روح تخليك تشتغل اكتر. طب اقدر اقول ان دي روح الجمهوريه الجديده يا دكتور؟ دي يعني حقيقه، يعني دي حقيقه، يعني لما تلاقي الروح دي في المصريين ان احنا نقدر، وان احنا النهارده مصر بقت قبله الرياضه. لا لو حضرتك هتتكلم بقى على الروح الجديده، احنا حصل موقف يوم الخميس اللي فات، يا ريت تحكوا لنا. فخامه رئيس الجمهوريه بيفتتح نادي النادي مع معالي الوزير ومع رئيس الوزراء، وطلب من الدكتور اشرف صبحي ان هو قال له افتح لي صاله الجمباز، بيقول له عندنا كوادر وعندنا ابطال، قال له افتح لي صاله الجمباز عايز ابص عليها. احب اقول لحضرتك ان مجتمع الجمباز في مصر كلها حصل فيه يعني زي انتعاشه وتكريم. نعم. احنا كلنا يعني الرئيس متابع صاله الجمباز وعايز يشوفها يعني وعايز يشوف وصل لايه. طبعا احنا نفسنا يجي يحضر معانا الافتتاح، وحاجه هتشرف مصر كلها. احنا عاملين حاجه فعلا يعني غير تقليديه، وصعب انها تتعمل بالشكل القوي ده. احنا واقفين على كل التفاصيل، طريقتي في الشغل انا بقف على كل التفاصيل، موجودين 24 ساعه، احنا شغالين، الناس شغاله في الاستاد بقى لها دلوقتي يمكن اسبوع، ولسه ان تجهيزات الجمباز صعبه جدا. طبعا تجهيز الصاله والبساط وغيره واجهزه، وبتقيس الاجهزه، وفي كم شبكه نتورك كهرباء نتورك تحت عشان الكمبيوترات والسيستم والسكورينج سيستم. الموضوع لا، الموضوع فعلا صعب ومجهد ومش سهل. وبرده ارجع اقول لحضرتك حاجه، كله مصريين وكلهم شباب، يعني من 20 سنه وانت طالع، يعني من 20 ل 35 سنه كلهم معانا. انت شاب يا دكتور، يعني انا اللي لا والله حقيقي، انا اللي ساعدني فيه ان حضرتك كادر شاب، يعني وهو ده الدوله المصريه بتدعم الشباب. انت النهارده وصلت لارفع المناصب الافريقيه والمصريه، وشوف ما شاء الله اللي احنا قلنا في الانترو، كنا احنا سايبين حضرتك تتكلم لانه عشان ما يقولوش ان احنا بنبالغ في الصوره اللي قلناها في الانترو. بس لما حضرتك النهارده يعني شاب وعندك الحماس ده وعندك الايمان ببلدك ده، طبعا احنا محتاجين من ده كتير، وده اللي يخلينا نروح معاك بقى لحاجه ثانيه. يا دكتور احنا محتاجين 10 زي الدكتور حسن مصطفى، احنا عايزين نشوف حضرتك في اللجنه الاولمبيه الدوليه، نقدر يبقى عندنا 100 مش 10. الدكتور حسن مصطفى عمل لنا قدوه ورسم لنا طريق، طبعًا وقدوتنا كلنا طبعا. ليه طبعًا ما نلاقيش نقدر. الدكتور نقدر يعني، ولازم يكون ده في طموح حضرتك وخطط حضرتك ككادر يعني مميز، ان انت تقول انا عايز اروح اللجنه الاولمبيه الدوليه. والله يا بص، الستيب الجايه ان شاء الله، يعني مش الدوره الجايه، مش 2024، انما 2028 باذن الله. واي نوت ان انا انزل رئيس الاتحاد الدولي. ليه لا؟ لان برامل اللي موجود، يعني الرئيس اللي موجود هيخلص فاضل له دورتين اللي هي دي واللي وراه، فهيبقى في مجال مفتوح له. وعندك 8 سنين يشتغل بالظبط من خلال رئيس الاتحاد الافريقي. دلوقتي 7 بس تقدر، بس تقدر من خلال منصبك يجيب رئيس الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الاوروبي مع الاتحاد الاسيوي. هتشتغل كويس، تثبت نفسك، هتقدر تدي، يعني هي دي الناس هتقدر مجهودك. احنا بنتعامل مع الغرب او مع دول اوروبا او مع الدول الاجنبيه كلها، الناس دي بتتعامل بشغل، انت بتعمل شغل، بتقيم شغلك، يا هيقف معاك ويعمل لك سبورت وشغلك يا لا. صح، مش عشان انت صاحبي فانا هقف معاك ولا انت حبيبي ولا انت كلام حلو. لا 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 لا، الموضوع ده مش كده خالص. تعمل ازاي؟ احنا على فكره انا بعيد تاسيس الاتحاد الافريقي، حضرتك توليت، انا شفت الصور، حضرتك توليت رحت استلمت الاتحاد بالظبط كابتن علي زعتر يوم شهر ديسمبر بالظبط كده في المقر في الجزائر. بالظبط بالظبط، وعملنا الاجراءات الرسميه وفتحنا الحساب هنا في مصر وخلاص. وكمان انت عملت حاجه، لسه بنجهز المقر دلوقتي مع وزاره الشباب والرياضه، هتوفر لنا مقر ان شاء الله. لا ده انت لا تعالى بقى على النقطه دي يا دكتور، ما تعديليش كده يا دكتور. كل نقطه من دي هي حلم ليا انا شخصيا، ان انا والله حلم ليا انا كمان الاقي يا دكتور مقر مصر ترجع تاني مقر الاتحادات كلها. حضرتك بتنقل مقر الافريقي، وعمره ما جه مصر
الايه؟ عمره ما جه مصر. عمره ما جه مصر حضرتك. وسبقني ناس كتير حاولت، مش هقول لحضرتك يعني. طب النهارده بتجيب مقال ناس ناس يعني، وانا بلعب وانا عندي 8 سنين، انا عندي 45 سنه يعني، وانا عندي 8 سنين كان في رؤساء اتحادات موجوده بتحاول تقاتل عشان تجيبه هنا، ما عرفتش. حضرتك نجحت فالحمد لله، اسس مقر وزاره الشباب والرياضه بتدعمك يعني. ده ما كانش حلمي انا لوحدي، ده حلم ناس كتير في مصر، فالحمد لله ان انا قدرت. مش هحقق حاجه ليا، حاجه للكل، ودي اللي بتدي ايمان بالهدف وبالتارجت اللي انت عايز توصل له. وعايز اقول لك على حاجه يا دكتور، انت لما تطلب حاجه زي كده انت بتعملها لان مصر تستحق. دي حقيقه. يعني شوف يعني حضرتك مؤمن، انت مش بتجيبها. اللي بيحصل في مصر النهارده ثوره غير عاديه في المجال الاداري والرياضي. الاهتمام الرياضي، هقول لحضرتك حاجه، من 10 سنين ما كانش في حاجه اسمها صالات جمباز اصلا. صحيح. في اي حته، ولا في انديه، ولا النهارده كل يوم في صاله جمباز بتفتح. الدوله بتعمل، وزاره الشباب بتعمل، الانديه بتعمل، القطاع الخاص بدا يعمل. النهارده في قطاع خاص، مش اكاديميات بقى، لا، بداوا يعملوا صالات جمباز كبيره، ويعني في 4-5 صالات تقارن بالانديه. ما شاء الله. وده دي حاجه احنا بنسعى ليها، ان انا ازاي انشر القاعده بتاعت اللعبه. لا، ما انا بقى دي نقطه تانية. اول فضل. نقطه ليك من من تعريف الهيئه الرياضيه او الاتحاد الرياضي في قانون بالزبط. الرياضه العمل على نشر اللعبه. بالظبط. والحقيقه لازم كل اتحاد يتحاسب. عمل ايه في البند في القانون ده البند ده في قانون العمل على نشر اللعبه. انا استلمت الجمباز في 1800 لاعب ولاعيبه مسجلين في الاتحاد المصري للجمباز. النهارده كام؟ النهارده 26548 نضرب في حوالي، لا في كتير، 15 16 أكتر. مره ده أكتر. اكتر ما شاء الله اكتر. وبيمارسوا اللعبه بجد. اه طبعا مسجلين، ده دول اللي سجلوا في الاتحاد. ممكن تلاقي عدد بيلعب بس لسه مسجلش. انا بص لا بص 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 الجمال، تقول انا لو جبت لي الصوره دي، لو انا ما اعرفش اقول دي مش في مصر. هقول لحضرتك حاجه، والله انا كنت في بطوله العالم في اليابان، وكان معايا طبعا الفيديوهات بتاعت البطوله. ففي كنت واقف مع مجموعه من فريق منتخب ايطاليا، فبقول له انتوا ما جيتوش السنه اللي فاتت ليه عندنا في مصر؟ فبوري له الفيديو، بوري له الصاله. قال لي ده في مصر ولا؟ قال لي دي بطوله فرنسا. قلت له لا دي في مصر. قال لي ده في مصر؟ قال لي انا جاي. وجايين. انا بقول لحضرتك شوف الجمال، ومصر تقدر. لا وانا عايز اقول حاجه، انا يعني انا بقول مش في مصر، لا ده دلوقتي بقت في مصر وفي مصر وفي مصر. وعلى فكره دي دلوقتي كاس عالم مؤهل للاولمبياد. البطوله بتاعت كاس العالم دي كانت في الرانك، لان المؤهل للاولمبياد بيتاخد في اول الدوره. احنا عشان ما كانش ما قدرناش نقدم في اول الدوره اللي فاتت في 2017. ليه؟ انا كنت لسه مستلم الاتحاد. انا ما كانش معايا اجهزه اصلا، يعني انا ما كانش عندك اجهزه. الاتحاد لا يمتلك شيء، يعني ما كانش يمتلك شيء. فبدات من الزيرو زي ما بيقولوا. والله الزيرو ما كانش معانا، بس الحمد لله. ما هو ده يا دكتور، لما بيجي يجي اداره رياضيه قويه وعندها الاراده. مصر مليان، احنا بلد 110 مليون. بالظبط. وهو ده سياده الرئيس دايما بيقوله. بالزبط. احنا لازم نكون مهتمين بالرياضه، مش باخبار الرياضه. حلو، انت مهتم باخبار الرياضه، لازم بالرياضه. ودي هتيجي من الاتحادات يا دكتور. بالظبط. خلينا نتكلم في الرياضه. الرياضه النهارده انا مش الهدف عندي ان انا، مش رقم واحد ان انا اجيب ميداليا الاول، نمره واحد انشر اللعبه. لعبه رياضه زي رياضه الجمباز، وجهه نظري، ولو هتبص لها، هي دي ده الترند في العالم كله، ان كل العالم بيلعب جمباز من سن 4 سنين. لازم كل الاطفال، ولاد او بنات، يلعبوا رياضه جمباز، بتاسس جسمهم، بتاسس كده لاي لعبه. يوصل 7-8 حولوا لاي لعبه يختار. تبدا تنتقي منه. فده الهدف الاساسي من دور الاتحاد. صحه الفرد. بالظبط كده. صحه النشأ. صحه النشأ، تكوين جسم مظبوط نموذجي. بعديها اتكلم بقى في المميزين. المميزين دول من امتى؟ من هم عندهم 12 ل 14 سنه ببدا انقي أنتقي للمنتخبات. اشوف بقى دي بتبقى زي ما بيقولوا، يعني زي ما بيقولوا بلهجتنا كده، يعني النقاوه. بالظبط كده. اخد النقاوه اللي هيروح بيه يمثلني في منتخب مصر. بالظبط كده. اللي مش هيكمل انا ضمنت انه انسان صحيح. خلي بال حضرتك، احنا في حمله قوميه للتقزم الدوله بتعملها برعايه السيد الرئيس، عشان تخيل بقى انت ماشي في نفس الاتجاه، ان انت عايز الولاد الصغيرين يمارسوا رياضه. على فكره انا يعني انا عملت فكره في اتحاد الجمباز، كانت الاتحاد الدولي النهارده بي 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 عايزين يعملوها يطبقوها،
ان احنا في السن الصغير 6 و7 و8 و9 و10 لحد 14 سنه ممتاز ما بديش حد اول تاني تالت. يعني انا عايز 10,000 يلعبوا حد ثلاثه اول وتاني وتالت والباقي يطلع يعيط. طب بتعمل ايه؟ بدي تقييم مستوى، عندي اجباريات ليفلز اللاعب بيخش يعمل يأدي يا ياخد ليفل 1 يا 2 يا 3 ده ذهب ده فضه ده برونز. الموضوع ده الفكره البسيطه دي فرقت كتير جدا لانها ادت الامل عند ولي الامر الله. ادت الامل وادت حافز للاعب كسب وخد ميداليه فبيكمل. لان لعبه الجمباز طبقا لتصنيف اللجنه الاولمبيه الدوليه من اصعب الالعاب. انت مش محتاجه تصنيف يعني مش محتاجه اصاباتها اصابات يا دكتور كل حاجه اصاباتها يعني اصابات لعبه صعبه اصعب جداً لعبه جداً. في العالم طبعا يعني وكذا جهاز احنا بنتكلم 6 اجهزه بالظبط كده واداء كل جهاز مختلف وده عايز قوه رشاقه مرونه. الموضوع صعب موضوع صعب ومهلك وعدد ساعات التدريب اللي بيتمرنها لاعب الجمباز كتير جدا. نعم. الحمد لله ان احنا بقى عندنا منتخبات النهارده على فكره المنتخبات عندنا كلها شابه يعني احنا يمكن اكبر اثنين عندنا علي زهران ونانسي تامون انما الباقي كله النهارده لسه شبيل. لسه داخلين منتخبات درجه اولى. ما انا بقى عايز بقى يا دكتور اخش معاك انت ما شاء الله تسبقني بخطوه اللهم صل على النبي. انا عايز اخش على الناحيه الفنيه بس خلينا نطلع الفاصل يعني بعدين نتكلم بقى في ايه في الناحيه الفنيه. الناحيه الاداريه نجحت فيها الحمد لله وعرضناها للساده المشاهدين. نخش بقى الناحيه الفنيه ازاي نحط بلدنا في الجمباز قدام بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا من الناحيه الفنيه للجمباز ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الناحيه الفنيه يمكن انا في المقدمه قلت اي اتحاد ناجح بقيمه انا كهيثم انه ينجح اداريا وينجح فنيا. اتكلمنا على الشق الاداري حدث ولا حرج بسم الله ما شاء الله نجاح على كل الاصعده. نتكلم على الناحيه الفنيه دكتور. الناحيه الفنيه الاتحاد ماشي بخطه كويسه ويمكن كنت بقول لحضرتك في الفاصل انا من اكتر حاجات يعني مفرملانا شويه ان الجمباز محتاج عدد سنوات لانشاء لاعب او لتجهيز لاعب. اربع سنين لعب احنا بقى لنا اربع سنين جرينا في الجزء الاداري والتجهيزات وجرينا بسرعه كبيره جدا يمكن حاجات ما اتعملش في 20 سنه. الجزء الفني مش هتقدر انت خدت براعم صغيره النهارده بداوا يخشوا الفريق الاول معتمد في الفتره اللي فاتت على اللعيبه القدام بس هم مش كتير يعني عندنا الاثنين سواء علي او الباقي كله لسه نيو جينيريشنز فدي اللي مفرمله ده خصيصا عن الفني يمكن هنكمل الثمار بعد سنتين ثلاثه طبعا طبعا احنا عندنا المركز الاولمبي موجود في مجموعه كبيره يمكن 18 لاعب معلش احنا شاركنا في الاولمبيات اللي فاتت برضه يا دكتور يعني لا دي يعني احنا حققنا كوتا ما حصلتش قبل كده هو ده لا 11 لاعب وده نجاح فني بالظبط. انا بدور على ازاي اجيب ميداليه او عايز اخش فاينلز سيبك من الميداليه التارجت بتاعنا ازاي نخش فاينلز. الموضوع مش سهل انت بتتكلم في ناس مسابقاك بقى لها 40 50 سنه جاي في اربع سنين امريكا وفرنسا عايز تكسب الموضوع اسبانيا ومعتمدين اعتماد كبير جدا على الكوادر المصريه. عندنا كوادر مصريه كويسه وتقدر تشتغل عند لحد ليفل معين محتاج خبرات اجنبيه وده اللي بدانا ندخله دلوقتي في الاتحاد في المنتخبات بدات اجيب خبراء اجانب. ده بالنسبه للفني اولاد وبنات. احنا النهارده مثلا فرع تاني زي الايروبيك احنا عندنا كاس عالم كمان ثلاث اسابيع المنتخب بتاع الايروبيك عامل معسكر مغلق بقاله شهرين فين؟ دلوقتي فين في المركز الاولمبي ما شاء الله. في اثنين خبراء اجانب واحده من المجر واحد من فرنسا بيعملوا لهم الجمل وشغالين معاهم والمفروض ان احنا بنعد دول فين البطوله لبطوله العالم البطوله كاس العالم في المجر برضو وبطوله العالم برضو هتبقى في المجر بطوله العالم هتبقى في شهر 6 ان شاء الله والتارجت بتاعنا ان احنا نخش فاينلز في بطوله العالم. يعني افتكر بقى ان احنا عمرنا ما اشتركنا لا في كاس عالم ولا في بطوله عالم في هذا الفرع. الفرع ده انا بداته من خمس من زيرو احنا بدانا الفرع ده يعني كنا في الجزائر شفت الفرع هو بيطلع في افريقيا طب احنا رجعنا كنت ايامها كان دكتور علاء رئيس الاتحاد وانا كنت النائب رجعنا بداناه الكلام ده بداناه في 2016 يعني موضوع ست سنين مش كافيين ابدا ان انت تعمل النهارده المنتخب موجود 10 لاعبين معاهم مدربين مصريين ومعاهم الخبراء الاجانب وان شاء الله التارجت بتاعنا ان احنا نخش فاينلز في بطوله العالم. طب قول لي يا دكتور حضرتك قلت لي في الاولمبياد عشان ما نعديش عليها مرور الكرام
شاركت ببعثة تاريخية. بالظبط. لا نوضح لسادة المشاهدين. احنا في البعثة في الاولمبياد اللي فاتت اتأهل من عندنا 2 في الترامبولين، اتأهل من عندنا 2 في الفني بنات في فرع الفني بنات، اتأهل من عندنا لاعب من خلال بطولة افريقيا اللي هو لاعب النادي الاهلي عمر العربي، اتأهل من عندنا فريق جماعي 5 بنات، اتأهل من عندنا لاعيبة فردي. اول مرة مصر تطلع بهذا العدد، يعني احنا ده اقصى حاجة 2 11 اقصى حاجة دخلنا بيها 2. احنا اول مرة نخش في كل هذه الفروع. عندنا في الترامبولين خلي بالك ده في 4 سنين بس، كان او 3 سنين. بص يعني حضرتك من 2017 2020 هقول لحضرتك حاجة، في ناس كانت شغالة قبلينا مش ما اقدرش انكر دورهم. الاختلاف بيني وبين اللي قبلي ان انت عدت التنظيم، يعني انت ممكن تبقى بتشتغل وفي اتجاه غلط، طب تعالى يمين شويه شمال شويه نظبط الامور بالظبط كده. هي دي النقطه. انما اللعيبه اللي كانت موجوده دي موجوده طبعاً من قبل ما ناجي، بس كانوا محتاجين اهتمام. انا قصدي اقول الاحتكاك. طبعا الاحتكاك اللي حضرتك وفرته في 3 سنين في ظل كورونا وما ادراك احنا ما وقفناش. احنا الاتحاد الوحيد اللي يعني كان اول ما يقول لك البلد فتحت اول تاني يوم بنشتغل. يعني احنا كان في فتره انا فاكر قرار القفل اسبوعين. كنت قاعد عند معالي الوزير يقول لي ده قرار رئاسه الوزراء، اقول له معلش اقول له طب اسبوع طب بس اسبوع انا طب انا هاخد بالي. هو فعلا الدكتور اشرف فعلا ما بيتاخرش. خلي بالك دكتور اشرف هو رياضي، يعني دي ميزه ان انت تتعامل مع حد يعني المنصب ده منصب حساس جدا يعني وزير الشباب والرياضه، فلو هو ما عندوش خلفيه رياضيه حقيقيه الموضوع صعب جدا. صعب بس قوي. هو يعني دكتور اشرف بامانه بيلخص الدنيا بالظبط على فكره. يعني قبل كمان، يعني انا اتعاملت مع دكتور اشرف في 2017 ايام لما كنت لجنه معينه، في 2015 لجنه معينه قبل ما يبقى وزير ساعدنا وجاب لنا مكان علشان نبدا في بطولات جمباز. قلت له انتوا جايبين يعني احل مشكله في الاتحاد الدولي، حلتها. طب هنا في طب النشاط يمشي ازاي؟ مفيش. كان بيساعد وكان بص يعني هو مؤمن جداً. انه مصر تقدر. يعني دؤوب دؤوب قوي، وعنده فيجن وعنده ثقه في ناس. يعني لا ده بيشتغل انا هقفره هو ده ما بيشتغلش خلاص. ودي ميزه مش شايفه. ودي ميزه دي ميزه. خلي بالك جدا. خلي بالك يعني بامانه يا دكتور اللي ما يشتغلش دلوقتي هيشتغل امتى؟ احنا الفرص ما بتجيش كتير، احنا في فرصه رغم بص الظروف العالميه في حاجات كتير كورونا بس احنا في فرصه هنا في الدوله، ان الدوله بتتبني. فلو ما جريتش معاها اجري معاها. اللي مش هيجري مع الدوله مش هيلاقي نفسه، الدوله هتسبقه. فطب ما تستفيد القطر هيسيبه وهيمشي. بالظبط كده. طب هروح لحضرتك على حلم كبير. اتفضل. بص حضرتك هتقرا معايا على طول. اتفضل. اولمبياد 36 مصر، اولمبياد 36. انا حلم حياتي ان انا اشوف اولمبياد تتعمل لأول مرة في أفريقيا على أرض مصر. نقدر نعملها طبعًا نقدر نعملها. طيب ناخدها حضرتك يعني نجحت، راجل اتحاد ناجح ونجحت أوريدي، حققت نجاحات على أرض الواقع. طب نتكلم البنية التحتية موجودة، ولو ناقصك حاجات مش ناقصك حاجات كتير. تقدر يعني أنت النهاردة مفيش دولة بتقدم الملف ده عندها 100%. بالظبط. بس لا ثانية واحدة بس، أنت عندك النهاردة باللي اتعمل في الدولة 90% مثلا. لا 70 70 ال 30 قليلي مش كتير. 70 ده انت 70 دول ما كانوش موجودين. كانوش موجودين. انت بتتكلم على المدينة طبعًا. الرياضية اللي بتتعمل مصر الدولية بتعمل في الـ في الـ في الـ في العاصمة الإدارية حاجة معمولة على الستاندر الإعلامي. طبعًا. وعندك كوادر شباب مش ينظموا أو يشيلوا الأولمبيات ده، يعني يشيلوا 10 أولمبيات. طيب الطاقة المصرية، طاقة الشباب المصري مش موجودة عند حد. انت الشباب المصري ممكن يشتغل 24 ساعة طاقات متفجرة. بالظبط. انت اي في اي حتة هم 5 6 ساعات ولا خلاص. انت بتقول كده يا دكتور شكرا. عشان انت شغال 24 ساعة في كأس العالم. احنا ما حدش عندنا بيريح. صح. انت بتقول كده عشان الشباب اللي معاك ما بتنيمهمش. دي حقيقة فعلا. فانت بتقول يعني الكلام. طيب احنا اتكلمنا عن البنية التحتية موجودة والكوادر عندك وعندك لعيبه وعندك اتحادات وعندك امن وامان، عندك شبكه مواصلات وطرق دلوقتي على اعلى مستوى. لو الجمهور جاي يتابع حاجه رائعه. عندك جمهور بقى مش موجود في حته في العالم. وده برضو ارجعك بقى لكاس العالم. احنا السنه اللي فاتت كان بابل ومقفول، دلوقتي احنا النهارده مفتوح. وعلى فكره بقى
قول لي. من ضمن الحاجات عشان الساده المشاهدين تبقى يعني احنا ما رضيناش نعمل السنه دي، وده كان هدف مني انا شخصيا، ان انا لا مش هعمل تذاكر السنه دي علشان عايز كل الناس تيجي وتتفرج، بس السنه الجايه هتبقى بتذاكر. طب هتبقى تذاكر غاليه. ينفع 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 هنيك يعني انت قلت ما فيش تذاكر، اللي عايز يجي يتفضل. بالظبط. عايز تنشر اللعبه. بالظبط. ما بصيتش ان انا ابيع كام تذكره بكام الف، لا انا هجيب التمويل ما عنديش مشكله. بالزبط. بس انا عايز الناس تيجي تتفرج. بالظبط. واتفقت النهارده كنا في الاجتماع بعد كده بقى لا اللي هي اللي جاي على فكره تذاكر بطولات الجمباز، يعني مثلا كاسة عالم في فرنسا كلام من ده، بتتكلم مثلا في 200 يورو وانت طالع. غاليه جدا وانت طالع. غاليه جدا. طب يعني. طب المشاهد يعرف الجدول ازاي؟ يعني دلوقتي انا راجل محب للجمباز وعايز اتفرج، اتابع الجدول ازاي؟ احضر امتى؟ الجدول هينزل على صفحه الاتحاد الرسميه وهيتنشر على كل المواقع. هيبقى في اللعب كله تقريبا الصبح يوم 17 اللي هو الخميس اللي بعد اللي جاي ان شاء الله باذن الله. الافتتاح هيبقى من الساعه 3 للساعه 4 قبل الصبح، في منافسات بعد الظهر، في منافسات. بس الافتتاح من 3 ل 4 بالظبط. الاربع ايام من الصبح لبالليل في لعب. يعني اي وقت تروح من الصبح لبالليل بالظبط هتلاقي لعب. بالزبط. وقتك يناسب من الصبح الساعه كام؟ 9 مثلا؟ الساعه 9 9 لغايه بالليل كام؟ لحد في الفاينلز لحد 6 7 6 7 بالظبط كده. يعني انما اول يومين لحد 9 9 انما اول يومين لغايه 9 تقدر، اليوم الثالث لغايه 6 اي وقت هتروح. ومذاعه على التلفزيون، ومذاعه على التلفزيون المصري البطوله. ممتاز. طيب والدخول من صاله واحد؟ صاله واحد من اي باب. من اي باب تقدر تخش؟ من اي باب. ما فيش مشكله. طب معلش يا جماعه، ممكن تجيبوا لي اللوجو بتاع البطوله كده؟ انا عايز بس اشوف حاجه كده وناخد راي فيها الدكتور. يعني كنا بنتكلم عن لوجو البطوله. ايوه اللوجو اهو. حضرتك قلت لي يا دكتور حاجه غريبه شويه، قلت لي تصميم مين ده؟ هو كان التصميم بتاعي الحقيقه فعلا. بص، هو اللوجو في النص هي زهره اللوتس، تمام. أيوة. وفيها العين بتاعت حورس. وفيها لاعب جمباز. ايوه لاعب جمباز. تمام. والتلات اهرامات جوه زهره اللوتس. يعني جمعت ما بين النيل. ما بين الاهرامات وما بين الـ الرياضه كلهم في لوجو واحد. الموضوع ده احنا يعني يمكن قعدنا فيه انا والديزاينر حوالي شهرين او ثلاث شهور، عملنا اشكال كتير جدا لحد ما وصلنا لهذا. انت متعب قوي. متعب. عايز كل حاجه تمام بالتفاصيل. وخلي بالك برضه يا دكتور، يعني انت عندك ثلاث شعارات. ضفنا بقى السنه دي عن السنه اللي فاتت الجناحين. الجناحين على فكره كان ليهم هدف. ايه بقى الهدف من الجناحين؟ ان احنا عايزين نعلى لفوق. مسافرين. اتس مسج. الطائر لما يفرد جناحاته يعني هو اتس مسج. لو ده كان اللوجو السنه اللي فاتت، ف بس السنه دي هو بيفرد جناحاته الطائر. طب وشايفين برضو شعار وزاره الشباب والرياضه. طبعا. وشعار الاتحاد المصري والاتحاد الدولي. وده شعار الاتحاد الدولي صح؟ انت حاطط الثلاثه ك بارتنرز اساسيين مع حضرتك اساسي. طبعا. طبعا. طيب وخلينا نقول برضو يعني اي شعار في البطوله الناس مرتبطه بيها مصر بالفرعنه. طبعا. ودايما يحبوا دي حته. انا يعني حتى البطولات الدوليه اللي بنعملها بطوله كاس الفرعنه الدوليه. لان الناس مرتبطه بالفرعنه. هويتنا. اور هيستوري. يعني احنا بنفرق ايه عن اي حد؟ تاريخنا. تاريخنا. البلد دي اساسها تاريخها. نعم. وعراقتها. هو ده دي مسج. ما هو احنا اتعلمنا كده في المدارس. فبنحاول نوصل المسج دي بره. طب دكتور برضو يعني فرصه طيبه، عندك 35 دوله. هل انت عندك خطه ترفيهيه لازم اللعيبه دي تروح تشوف الاماكن السياحيه؟ طبعا هنعمل لهم بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه. طبعا منسقين مع وزاره الشباب والرياضه. هي بس مش كتير. مش يعني كتير. طب لا هي مجرد الناس دي بتبقى جايه. بالظبط. بس عاملين لهم رحله للهرم. ان شاء الله. عارف لان طبعا اللعيبه دي عندها فولورز كتيره جدا على السوشيال ميديا، فيسبوك وانستجرام وتويتر. فلما اللاعب من ده يتصور البطوله السنه دي هتعمل ضجه اعلاميه غير مسبوقه. الناس اللي جايه كتير ودول قويه ولعيبه اقوياء وليهم فولورز كتير. فالناس دي السنه دي الموضوع هيختلف تماما عن السنه اللي فاتت. هيعمل ضجه في وسط الرياضي العالمي. ده بقى عايز انقل بقى لحضرتك، لان احنا نسيناها شويه، بطوله الافريقيه للانديه. لا خش، محتاجين نفتح الملف ده. بالظبط. اتفضل. ده كان الاقتراح او البروجكت بتاعي جوه الاتحاد الافريقي في اول اجتماع مكتب تنفيذي، ان احنا عندنا بطوله افريقيه في شهر 5. نعم. شهر 9 اللي جاي قررنا في المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي ان احنا نعمل اول بطوله افريقيه للانديه. برافو. لان اي رياضه. بالظبط. اي رياضه، نادي، جهاز فني، لاعب، دول الثلاث معطيات. احنا في رياضات كتير
في رياضات كتير فرديه النادي مش مشترك. لاعب بيكبر اول ما يخلص اول ما يعدي ال 14 15 سنه بيلعب منتخب بيبدا يلعب مع الاتحاد، النادي طلع بره المعادله. فانا النهارده عملت دي عشان ارجع النادي جوه المعادله بين كلنا مع بعض. طيب النادي مثلا زي النادي الاهلي النهارده هيشارك عايز يكسب بطوله افريقيا؟ لا ده انا كده هو مستفيد وانا مستفيد، ما بقتش انا بس اللي حرع على اللعيبه. انا وهو حتى لو انا برعاهم بس ايد لوحدها مش هتسقف. انت خليته طرف في المعادله لازم. والبطوله دي مش هتبقى افريقيا بس، هتبقى بطوله افريقيا للانديه المفتوحه في انديه من اوروبا جايه. وده البروجكت الثاني اللي انا مقدمه للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي للجمباز بيعمل بطولات عالم كلها للاتحادات والمنتخبات. البروجكت بتاعي اللي انا بعرضه على المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بطوله العالم للانديه كبار وناشئين. لو دي اتحققت الرياضه دي هتروح في حته ثانيه على مستوى العالم. صحيح، انت لفت نظر حاجه يا دكتور فلان. جمباز دايما تشوف منتخبات ما تشوفش انديه. ما تشوفش انديه خالص. هقول لحضرتك حاجه، قوه الكره في الانديه مش في الاتحادات، لان هي اللي بترعى. بالظبط، الدوري بتاع الانديه هو اللي جامد. انت في الاخر كمنتخب بتلم لعيبتك وتروح تلعب. انما مين اللي بيعد اللعيبه؟ الدوري. بالظبط، برافو عليك. صح، هدي اللي لازم ننميها. وده البروجكت خلاص خدت بيه قرار مكتب التنفيذ. اه ده قرار خلاص ان شاء الله هيتلعب في نفس الصاله دي. طب انت عندك استيميتد يعني فيجن ممكن كام فرقه تشارك؟ يعني ممكن نخش في نفس العدد ده. كم فرقه الانديه ولا كم دوله؟ لا انديه. لا كتير كتير كتير. طب كتير. طب اسال سؤال تاني، هل عندك مثلا، بحلم معاك ان شاء الله، بحلم يا دكتور، انت خليتني احلم بصراحه يا دكتور بقى هتخليني يعني اخش معاك. اتفضل. هل مثلا ممكن تعمل زي مجموع جوائز يبقى في رعاه للبطوله زي دي؟ بص، في اللي فات انا ما اشتغلتش في موضوع الماركتنج بتاع الجمباز، لان في الاول وفي الاخر ما كانش عندك، مش قادر توري الناس سلعة. فين انا بتكلمهم في حلمي. طب احنا هنعمل النهارده بقى في زي ما احنا قاعدين النهارده، حضرتك بتتفرج على بطوله السنه اللي فاتت، كمان اسبوعين ثلاثه هنتفرج على البطوله السنه دي والسنه اللي فاتت. لما اجي النهارده عندك سلعه بالظبط وهيشوف وبرده المشكله اللي حصلت لي السنه اللي فاتت فين الجمهور؟ كورونا وكان بابل. فانا النهارده مش قادر اماركت البطوله ديت لحد. اقول له ده انا كان عندي 10000 ده، حتى المصورين كانوا بيتعمل لهم تيست. بالظبط. فانا النهارده ان شاء الله انا متوقع ان الصاله واحد ان شاء الله هتبقى مقفوله كامله. هنشوف جمهور للجمباز. بالظبط، حاجه زي بره. بالظبط، لو ده حصل اقدر ابيع. اقدر لا انا الناس هي اللي هتيجي تشتري. حلو، الناس اللي هتيجي تشتري. ما انت عندك سلعه خلاص. بالظبط. طيب يعني انت دلوقتي يا دكتور بتتكلم ان انت عايز تعمل مشروع افريقي يضم الانديه كلها وهتشجع دول كتير. عملته خلاص، احنا داخلين على التنفيذ. تنفيذه في شهر 9. اه، ومش كده بس، انت بتشجع دول افريقيه. بالظبط، كانت اللعبه كانت تكون عندها ماتت، لانه خلاص هو مش شايف اي دي حقيقة. اي امل. صح، انا ما عنديش امل دلوقتي. صح. لا انا هاجي العب قدام النادي الاهلي، هاجي العب قدام مثلا نادي جزائري، انا ما اعرفش مين الانديه الكبار في الجزائر. ومن 3 4 اسابيع عملنا عقد رعايه للاتحاد الافريقي مع شركه صينيه هتوفر للاتحاد الافريقي او للدوله اللي هتعمل فيها البطولات كل الاجهزه والمعدات بتاعتها فور فري. انا بكلمك في يعني ملايين. في جاي مصر حوالي من 26 ل 30 مليون جنيه اجهزه. ده ملايين. اه، لان الجهاز يعني احنا هندفع جدا. يعني رقم بسيط. جمارك مش يعني هندفع مثلا حوالي 2 مليون او 3 مليون جنيه باجهزه ثمنها 26 مليون. بالظبط، هو ده الفكر بره الصندوق. هيوصلوا يوم 18/4 هيوصلوا مصر ما شاء الله. ده كده يكونوا اتشحنوا خلاص. اه لا خلاص، يعني كده خلاص المفروض هم بيعملوا يوم 17. ده انت ما شاء دول الله جايين لمصر اجهزه ب 26 مليون جنيه. انا بكلمك من 2017 ما كانش عندي جهاز. النهارده بقى عندي اجهزه كاس العالم اللي دعمتها الوزاره وجايبها فور فري. معلش يا كابتن، يعني جايبها فور فري. آه، يعني معلش انا لما ادفع بالظبط يعني جمارك او رسوم بسيطه ايا كانت. أي انا جايب الاجهزه دي ببلاش. انت مش مكمل يعني 20%؟ ما كملتش 20% من ثمنها يعني. دي كانت حاجه كويسه الحمد لله، ربنا كرمنا بيها واتنفذت وداخلين عليها يعني. طب انا عايز احكي لكم قصه يا ساده المشاهدين مع الدكتور ايهاب. الدكتور ايهاب يمكن يضحك. انا عايز اقول لكم دكتور ايهاب يكاد يكون ما بينامش بأمانة. دي حقيقة. انا بقول لكم بأمانة. وتفتكر يا دكتور، بس على فكرة انا بحب
بص انا بحب الرياضه، بعشق الرياضه والعمل الرياضي بالظبط. من وانا يعني من وانا صغير وانا بلعب، بعد كده حكم دولي. انا دخلت كنت اصغر حكم دولي على مستوى العالم، خدت تحكيم دولي وانا عندي 19 او 20 سنه. قعدت 20 سنه بحكم، ما شاء الله. حكمت اولمبيات ناشئين يعني. جيت في تايم قلت خلاص المرحله دي خلصت، انقل لحاجه ثانيه يعني. واخد الامور تدرج وبوصل لنقطه معينه، خلصت هنا بسيب المكان ابدا اخش. بس الاهم من ده كله ان انت ازاي تطلع كوادر معاك. كل ما بتعلم انا بعجبني يا دكتور، انت بتاخد معاك كل ما بتعلم ناس بالظبط كده. كل ما بتعلم ناس يا سيدي، انا مش احسن واحد، انا وحش، بس هتعلم خبرتك لغيرك. لما يجي مكانك هيعمل افضل، يكمل. لان برضو يعني هيجي يوم النهارده واقول انا خلاص سبت المكان ده، اكيد هتزعل لو لقيته هيقع طبعا. فلازم يبقى في ناس وكوادر تقدر تكمل. طب تقول يا دكتور يعني للاتحادات، انا اتكلم بكل صراحه، للاتحادات اللي بتلجا لسياسه الاقصاء مجرد انه عايز يحتفظ بمكانه. يعني ايه اقصاء؟ يعني يجي يقول لك انا المجموعه دي، واي حد شايف ان في كادر. انا هدي مثال بسيط. انا المدير الفني للمنتخبات القوميه في 2017 كان واقف ضدي في الانتخابات، بس عشان هو كفاءه قلت له تعالى، مش عشان حاجه ثانيه. اقصاء عن ايه؟ انا مش عارف عن ايه. انا يقول لك انا رئاسه الاتحاد، عايز اقعد رئيس الاتحاد. هقول لحضرتك حاجه، كل ما تكتر المشاكل اعرف ان الناس دي ما بتشتغلش. صح. احنا اتحاد الجمباز مفيش وقت، ما عندناش، احنا بنقعد مع بعض بالعافيه. احنا تليفونات، الجروب بتاع الواتساب، اجتماعات، متابعات على طول، لجان شغل. يعني صح، طلعت نائب رئيس الاتحاد موجود. كان يعني انا بقالي 3 ايام مثلا او الاربع ايام اللي فاتوا في اسكندريه، هو موجود في القاهره بيحضر بطولات وبينقي المجموعه الجديده، هو دكتور علاء حامد للمنتخبات الجديده. قبلها باربع خمس ايام الدكتوره لمي علي عبد الرحمن موجوده في بطولات الفني بنات. كل واحد فينا في حته، مفيش وقت، مفيش وقت. انت عايز جيش على الجيش اللي معاك، فاحنا متخانقين عليه بالظبط. وهقول لحضرتك حاجه، في اماكن تكفي الناس كلها، بس مين يشتغل؟ الله ينور عليك يا دكتور. اللي عايز يشتغل مش هيدور على مشاكل والكلام، يعني شغل. فين الشغل؟ وبعدين في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم في عمل عام وعمل تطوعي. تطوعي. لو ما عندكش القدره ان انت تدي وتفيد المكان، يفضل ان انت ما تبقاش موجود، خلي غيرك يعني يديله الفرصه. بالظبط. بس خليني بقى احكي القصه. كان عندنا حلقه وكنا متفقين مع دكتور ايهاب امين، وكان المفروض هينورنا ويشرفنا. القصه دي يعني بنقولها لاول مره السنه اللي فاتت في كاس العالم. ايوه والله ينور على حضرتك، والله العظيم. وكنا متفقين وقاعدين هنتكلم عن كاس العالم وبتاع، وبعد كده بنكلم دكتور ايهاب، دكتور ايهاب ما بيردش. بنكلمه تليفونه مقفول، التليفون اتفتح وبنكلمه ما بيردش. رد علينا قبل الحلقه بخمس دقائق، ايه يا دكتور وضع؟ قال لي والله العظيم انا نمت، ما قدرتش. انا جيت من اجتماع، جيت انا كان بقالي مثلا خمس ايام ما نمتش، وقلت انا هطلع انام ساعة وانزل ارجع، لان كنت لا انا بقالك 48 ساعة مطبق، كنت شايف وكنت خلاص دخلت نمت. انا يومها انا قمت اتخضيت خضة. بس احنا عذرناك ولا دكتور؟ اه والله، بس واحنا يعني كنا مقدرين والله ما كان يعني لا طبعا يا دكتور، احنا عارفين. انا قصدي اقول ان اللي بيشتغل فعلا ما عندوش وقت، يعني ما عندوش وقت ينام. بالظبط. اسم مصر اسم كبير جدا يا دكتور، ولازم نضحي بالغالي والنفيس عشان نحط مصر قدام. حاجة، افتتاح البطولة دي واحنا بنفتتح البطولة، انا بالنسبة لي خلاص انا حققت اللي انا عايزه. ساعة ان لاعب في مصر ياخد ميدالية، يعني انا عندي مشكلة مثلا النهاردة، علي عنده اصابة قوية جدا، يعني يا رب الف سلامة عليه. خد ميدالية السنة اللي فاتت، خد ميدالية السنة النهاردة الاصابة هتمنعه، يعني انا لدرجة ان انا قلت له شوف نفسك لحد قبل البطولة بيوم، ممكن ابدل اسمه في التسجيلات لحد النهاردة، لان اصابته تقيلة يا عيني، بيحارب السن ده برضه يعني. طبعا الريكفري اصعب. الريكفري اصعب بالظبط كده. نانسي النهارده عندنا مجموعه جديده من البنات والولاد، شباب يعني ربنا يكرمهم. مش الهدف برضو ان انا اخد الميداليه، على قد ما انا احنا طول ما احنا بناخد خطوات لقدام، طول ما احنا بناخد خطوات لقدام يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. طول ما انا عندي كوادر طالعه لعيبه منتخبات جديده، هو ده الهدف. بتزيد. بالظبط. لعيبتي بتزيد، بهتم مين يكسب ومين يخسر، مش دي يعني هتكسب يعني صدقني. بالزبط. الطريق اللي انت ماشي فيه ده يا دكتور هتكسب ان شاء الله في النهائي. بالزبط. طالما انت شغال هتلاقي في يوم هتجني الثمار اللي انت زرعته، لان انت بتباصص لقدام. هقول لحضرتك حاجه، مفيش انجاز حصل في اتحاد الجمباز، مش انا يعني، احنا تيم. صحيح. يعني انا بليد بس في الاخر
كل اللي موجودين تيم وورك، كل الناس بتحب بعض. نعم. كل الناس بتساعد بعض، عشان كده في نجاحات. ناس بقت موجوده في الاتحاد الدولي، ناس موجوده في الافريقي، في العربي ان شاء الله في الفتره اللي جايه، يعني عندنا ناس بتساعد بعض ان شاء الله. وده قوه الاتحاد. دكتور احنا مجهزين مفاجاه لحضرتك، خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، وهنجهز مفاجاه للدكتور ايهاب امين كاحد كوادرنا الرياضيه المميزه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا زي ما قلنا في الانترو ان ما بيفوتناش ابدا كبرنامج الابطال ان احنا نكرم كوادرنا الاداريه اللي حطت مصر في حته تانية. والحقيقه مش بس المنظومه لاعب فقط، ولكن على راس المنظومه الرياضيه بيبقى فيه اتحادات كل لعبه، والاتحاد اللي بينقل لعبته في حته تانية الحقيقه لازم يكرم ولازم نقف جنبه. مش بس كده، حتى رئاسه الاتحاد الافريقي فهو حدث نقل المقر الاتحاد الافريقي لمصر تاني، واللي كان حلم كبير الاتحاد الافريقي للجمباز بعد ما كان في الجزائر بيتنقل لمصر، كل دي احلام الحقيقه اتحققت على ايدك يا دكتور. يعني احنا مش عندنا ما عندناش كلام نقدر نقوله غير متشكرين يا دكتور. انا مش عارف اقول لحضرتك يا المفاجاه الجميله، وده احلى تكريم بجد يعني، ومفاجئ من غير ما اعرف يعني. لا ده شرف ليا، وبجد يعني تكريم حضرتك والقناه ليا، والتكريم ده مش ليا لوحدي، ده الاتحاد المصري للجمباز وكل الزملاء في مجلس الاداره وكل الناس المنظومه كلها. بشكر حضرتك قوي قوي يعني. واحنا معلش بنقدم طبعا بوكيه ورد لحضرتك بلون النادي الاهلي اللون الاحمر. ربنا يخليك. واستاذن حضرتك نقطع التورته مع بعض يا دكتور، وحضرتك تمسكها بايدك بقى من الجنب من هنا كده. اتفضل يا دكتور. ايوه جمباز بقى وما شاء الله. أيوة. البالانس عند حضرتك عالي. تمام. تسلم ايدك يا دكتور. تسلم ايدك. والف مليون مبروك على الفوز برئاسه الاتحاد الافريقي. الله يبارك فيك. الف مليون مبروك تنظيم كاس العالم اللي فات بشكل مشرف. الف مليون مبروك استضافه مصر كاس العالم القادم، وان شاء الله يبقى افتتاح يليق باسم مصر ان شاء الله باذن الله. الف مليون مبروك لعوده او مش لعوده لقدوم مقر الاتحاد الافريقي للجمباز في مصر. الله يبارك فيك. بشكرك يا دكتور. بشكر حضرتك وبشكر البرنامج والقناه وكل الساده المشاهدين. ان شاء الله اللي جاي احسن إن شاء الله. واقوى ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا وشرفتنا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ربنا يخليك. متشكرين طبعا دكتور. متشكرين اعزائي المشاهدين. ده كان لقائنا النهارده مع الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز المصري ورئيس الاتحاد الافريقي للجمباز وايضا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، احد الكوادر الرياضيه المميزه اللي بيشتغل وبيجتهد عشان يرفع اسم مصر. بنشكركم على حسن المتابعه. انتظرونا في حلقات جديده مع الابطال وكوادر مش بس لعيبه، ولكن كوادر في كل المجالات. بشكركم شكرا جزيلا.